بعد الانتقال إلى القاعات وتقلص المشاركة الشعبية وانتقال الرئيس سعد الحريري من الساحات إلى الشاشات، ما جديد الذكرى الثامنة هذا العام؟ للوهلة الأولى يبدو أن لا جديد، فعلى الرغم من هجرة الشيخ سعد فهو حاضر عبر الشاشة، أما غياب رئيس القوات سمير جعجع فعوضه حضور ستريدا وبقوة. وكل البلدان لازم يشترك بهذه الذكرى، لأن الرئيس الشهيد رفيق الحريري ما بقى يتكرر، ونحن شدين على الله وعيد الشيخ سعد إن شاء الله. نحن مع دولة الرئيس الحريري للموت، واللي عجبه عجبه واللي ما عجبه يروح رأسه بالحيط، نحن دمنا اسمه رفيق الحريري. لكن قوة نبض المشاركين تهدأ عند سؤالهم عن تفصيل صغير يبعد بضعة أمتار من البيال. رجعين نازلين على الخيام، ليش ما صار مثلا تجمع قدام الخيام تحت؟ نحن بعيدين كثير عن الخيام، نحن بالواقع لو ساكنين بيروت بنجي بنداوم دائما، بس شو بدي اقول لك يعني ما بعرف. نحن اول شيء الرئيس مئاتي بشخصه كثير بنحبه، ونحن مع الرئيس الحريري للموت. نحن بالخيام وما زلنا بالخيام عم نعمل لقاءاتنا ندواتنا، محتجين بطريقة سلمية، عم ننفس عن غضب الشارع بالخيام بطريقة كتير حضارية مع أسقاط الحكومة بالخيام اللي موجودة قدام المجلس. لا تعليق، لا تعليق، نحن مع الرئيس الحريري للموت، ونحن كمان الرئيس مئاتي بيعني لنا أشياء كتيرة. دكتور الرئيس مئاتي، الرئيس مئاتي رجل ولا كل الرجال، نحن بنحبه. هنا لم تجد زينة عيد الميلاد من يزيلها، وبعد بحث دقيق عن المعتصمين وجدنا ضالتنا. عم نشوف إذا فينا ناخذ منك هيك كلمة عن اليوم ذكرى 14 شباط، وشو بيعني المناسبة والمواضيع. بدك تصير منك أنا مالي حق أحكي عشان. ليش؟ لأجوا الشباب شو ساعة وبيجوا. هلا ما في حدا غيرك هون؟ لا وراحوا. لا يكتمل مشهد انفصال قيادة الثورة الأرز عن ثوارها إلا مع مدخل الفي آي بي بسجاده الأحمر، فيما مدخل عامة الثوار أقل فخامة. لكن بين العامة أيضا مشاركين كلاس لا يأتون وحدهم للترحم على روح الشهيد. وبعدين ما سألتني على صورة ليش حمل البطرك؟ ليش حمل البطرك؟ لأن هيدا بطركي أنا، هديك مش معترف فيه. تاني الراعي، لا هيدا بطركنا. بيضلوا على طول العمر، لا اللي بيروح على سوريا ما بنعترف فيه. علمتونا يا مي انه الديمقراطيه هي حكم الاكثريه، يا مي داري كل الرواية والعادل والحرية، مش اكثر من حكاية حكيوها بصيفي. هنا بعض قيادات الرابع عشر من اذار، وهنا خيم الرابع عشر من اذار، ولكن اين ثوار الارز؟ فهم ليسوا هنا، وهم طبعا ليسوا هنا. بين المشهدين في هذا الرابع عشر من شباط يبدو ان البحث عن ثوار الارز اصبح اكثر الحاحا من البحث عن ارث رفيق الحريري. جاد غصن، قناة الجديد.